بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin